السيد الوزير، بداية بغيت نشكر الأطر الصحية والشبه الصحية وعلى رأسهم السيدة المندوبة على المجهودات التي يقوموا بها في هذا القطاع رغم قلة الموارد البشرية وقلة الإمكانيات. السيد الوزير، عندي واحد شي أرقام بغيت نطرحهم بين يديكم. من بين هذه الأرقام عدد مؤسسات العلاجات الصحية الأساسية اللي كتسميوهم انتوما لي زيتابليسمون دو سوان دو سونتي دو باز. الصعيد الإقليمي كاين 9807 وهو أقل بكثير من المعدل الجهوي اللي هو 12336 والوطني اللي هو 11826. عدد السكان لكل طبيب على الصعيد الإقليمي دايرين هذا الرقم أنا عندي فيه بعد واحد كريتيك 10666 وكان السيد الرئيس وكان واحد الرقم هو اللي هو صحيح يزيد من 30,000 نسمة كل يعني كل طبيب. هذا بين في المعدل الوطني هو أقل بكثير حيث أنه جهويا 4300 وطنيا 3069. هذه الأرقام كنظن في غنى باش نهضروا على المشاكل الصحية، يعني هنا أن الموارد البشرية السيد الوزير ناقصة وبحيدة في هذه الإقليمات. وغير مؤخرا كان عدد الأطباء مثلا كنهضروا على الدائرة الصحية اللي كيهضر عليها الأستاذ منعم، هو أن الدائرة هذه كان فيها واحد العدد ديال الأطباء، كان ضيف إيجار مواز، كان ضيف بريمرونيت، كان جوج الأطباء في دينار واحد في مسامات. دابا تقلص العدد، يعني انه عوض ما نمشي في واحد منحه تصاعدي كنمشي في واحد منحه اخرى عكسي. السيد الوزير تعرفوا بان اقليم دريوش هو اقليم ديال العمال والجاليه المقيمه بالخارج بامتياز. هاد الجاليه هادي ملي كتجي وما كتلقاش طبيب ولدها ولا ليها هي، الناس الكبار مثلا الجيل الاول وداكشي كيتفهموا هذه المساله لان عايشينها كيقولوا هي اللي راه عاديه، ولكن الجيل الثاني والثالث مع الوزير ما كيتفهمهاش. اما كيزيد واحد الطغره ديال الانتقال واحد الهجره اخرى وطنيه واما يعني داخليه، واما كيسمح كاع وكيقول انا ما عندي ما ندير انا في هذا البلد. وهذا الشيء راه بالنسبه لنا حنايا راه كنطرو به. شي كياخذوا واحد الصوره سلبيه على المنطقه وعلى الاقليم. كذلك السيد الوزير، حنا في هذا الاقليم واحد العدد ديال السكان عندي حوالي 230,000 نسمه، واللي عندنا واحد الشبكه طرقيه اللي فيها 360 كيلومتر ما بين الوطني والاقليم والجهوي، زياده اللي ما محسوباش هو المحليه الطرق المحليه القرويه. معنى حتى نديرو الجبيره، إذا ترسمنا الواحد معنى حتى فين نديرو ديك الجبيره. هادشي كنظن لا يشرفكم كوزير والمنطقة ولا يشرفنا كذلك. هاد الأرقام سيد الوزير كتبين العيب اللي في الأول، لأن علاش نواجه الأطر الطبية والشبه الطبية، كيبين العيب اللي كيتحملو هاد الناس هادو باش يخدمو المواطنين. سيد الوزير، كان مطلوب إحداث مستشفى محلي بميضان ومستشفى إقليمي بدريوش، ولكن أنا سمعت وأنا كان اسمح لي كنختلف مع السيد العامل وكنختلف حتى مع السيد الرئيس اللي كيقولوا بأن هذا مكسب. أنا شخصيا لا أعتبره مكسب. علاش؟ اسمحوا لي علاش؟ بل هو تصحيح لواحد الوضعية شاذة اللي استمرت منذ الاستقلال. يعني انه حنايا كنا كنعانيو من هذا النقص منذ الاستقلال، وهذه الوضعيه هذا الاحداث هذه المستشفيات هو ما هو الا تصحيح لهذه الوضعيه. وقتاش يمكن تهضروا على انه مكسب؟ ملي غنكونوا في المستوى الوطني على الاقل، ملي نكونوا كاملين
على المستوى الصحة على المستوى الوطني يقولوا بنا راه مكسب انا ممكن مجهود اللي درتوه السيد الوزير راه كنذكروا الاخ الاخوان ولكن راه كنقولوا بان الحقيقة راه خص تكال. السيد الوزير باعتبار كذلك عضو في المجلس الإقليمي فغادي نغير حيثكم علما ان السيد الرئيس كان شار شي شوية انه قمنا رغم ان المجلس الإقليمي ميزانية جد متواضعة عن إكراهات في البنية التحتية اللي هو لا في الطرق في المسالك في الماء إلى آخره، رغم ذلك فتعطات واحد الأهمية كبرى لقطاع الصحة، هذا بمجهودات فعلا ديال السيد العامل والسادة المنتخبون اللي كيتفهموا بأن الصحة عندها أولوية، بحال ديك الجدل الفلسفي ما بين واش الصحة ولا التعليم، إذا ما كانش الجسم السليم ما يكونش العقل السليم، لأن العقل السليم في الجسم السليم، إذا ما كانش الجسم السليم ما يكونش ديك العقل السليم، دونك هذيك الجدلية وتعطات أهمية لهذا القطاع رغم الإكراهات اللي عندنا، ولكن بغيناها توقف كذلك أمامكم إجراءات وخاصة في الموارد البشرية، ما كاين خصص مهم في الموارد البشرية. لا حتى ما نقولوش غير متخصصة، دابا متخصصة راه باينة كما تجي مع إن شاء الله مع الأحداث الإقليمية. السيد الوزير بغيت نهضر معكم كذلك عن الحكامة داخل القطاع الصحي. أولا كاين واحد العدد ديال الماتريال بحال الماموغرام كذلك الجرافي مش عارف كيكونوا ولكن ما كاينش اللي يستعملوهم ما كاينش اللي يخدموهم، علاش؟ لأن ما كاينش واحد التكوين ديال الاوتو طبيه ولا شي طبيه اللي يمكن يستعملوه، لان كاين مطريه موجود ولكن بعض الوقت ما كتبقاش اللي يستعملوها، راه جالس كيضيع، ما كنظن ان هذا خصو شي تكوير وسميتو باش تعاود النظافه ديال الموضوع. كاين المشكل كذلك سيد الوزير ديال الحركه الانتقاليه، كاين بعض الخطرات كيجيو الاخوان الاطباء كيلتحقوا بعد سنه ولا ما كايناش كينتقلوا وكتسمحوا لهم ينتقلوا، حنا ماشي ضدهم ولكن حنا راه خصنا تعويض ثاني ما بغيناش يكونوا دي كوباي، سمح لي لانه يجي ويمشي ثانيا كاين اللي هو اخطر من ذلك هو انه كيتوقعوا ليهم على انتقال ومن بعد كتقول لهم لا ما تنتقلوش وكيبقاو ما هما منتقلين ما هما جالسين، كياثر عليهم على النفسيه ديالهم وهذاك الشيء مباشره كياثر على الساكنه، هذا مشكل فور. السيد الوزير مثلا كاين حنا اذا كان ممكن هذا كنا فرناه في شي لقاء مع واحد اللجنه كنتو صيفطوها للاقليم، كاين هذا المشكل ديال الصلاحيات، مثلا المندوبه ما عندهاش المندوب الاقليمي ولا المندوبه الاقليميه ما عندهاش صلاحيات باش انه يمكن عندها خصائص في هذا المركز هذا، مثلا ممكن تحيد الطبيب وتزيد تقول له لا خصنا ننتقل ولا سميتو، لان كاين تعيينات كتعطى من الوزاره والطبيب كيقول لك انا عندي تعيين من الوزاره في بودي نهار ما نحرك لا كورونا ولا كاين هذه الاشكاليه هذه، لان خصها تعطى صلاحيات محليه كنظن مع الجهوي يمكن الصلاحيات يمكن توصلوا للساحه. كذلك على الخريطه الصحيه اللي هضر عليها السيد الرئيس راه كاين 6 مراكز تبع هذيك الدائره الصحيه ديال بوبينار، 6 مراكز صحيه وجوج مستوصفات، والعدد ديال السكان راه شاد ليهو، وهادشي راه هادشي نورمالمون خصو إعادة النظر، كاين إقليم جديد، كان خصو يوقفوا هذا التقسيم الإداري الصحي الجديد، باش يكون واحد القرب من الاستفادات ديال المدينة السكينة. بالنسبة للمناظر أنا كنظن بأن فاجئتوني أنه كتقول لي أنت راه المستوصف ديال بودينا كيقتصر، فأنا فعلا داكشي اللي قلتو راه صحيح، ولكن كاين المستوصفات كاين كذلك حتى السكن الوظيفي السيد الوزير خصو عناية، علاش؟ لأن حنا في عالم قراوي كاين الأطباء ولا الإخوان الممرضين آخرين بعض الوقت مكيلقاوش السكن الوظيفي، كاين عندنا إشكال أن حتى في العالم القراوي مكاينش اللي كيبغي يكري، يعني كيبقاو عندهم هذا الإكراه هذا باش تعطي له واحد الأهمية. وشكرا شكرا سي حسين.